تشهد مدينة تعز جنوب اليمن أعنف المعارك بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة والمقاومة الشعبية التابعة للرئيس هادي من جهة أخرى. هذه المعارك المستمرة ضاعفت من مأساة الوضع الإنساني في محافظة تعد الأكثر كثافة سكانية في البلاد، ولا يصلها إلا القليل من المساعدات الإنسانية جراء الحرب والحصار. تعز المدينة اليمنية العريقة تنام وتصحو على أصوات الاشتباكات والقصف العشوائي على أحيائها السكنية، ويوميا تفقد المدينة العشرات من أبنائها بين قتيل وجريح، قسم ليس بقليل منهم من المدنيين. في مواجهات الساعات الماضية أعلنت المقاومة الشعبية مقتل 17 عنصرا من جماعة الحوثي وصالح وإصابة آخرين، وبالنتيجة سيطرت على جبل المدرجات وتواصل تقدمها في منطقة غراب وتبة الضنين غربي المدينة. في جبهة المخا الساحلية على البحر الأحمر المعارك متواصلة ما بين كر وفر. الحوثيون أعلنوا عن إطلاق صاروخ على تجمعات للمقاومة الشعبية شرقي المخا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين أفراد المقاومة. في الوقت نفسه تتحدث المقاومة عن تقدم أحرزته في تلك المناطق. طائرات الأباتشي والطائرات الحربية التابعة للتحالف العربي تشارك بفاعلية في هذه المعارك. وعلى الرغم من دخول الحرب في اليمن عامها الثالث، إلا أن آمال اليمنيين بحل ينهي الصراع ويجنب البلاد ما هو أسوأ ما زال بعيدا. نبيل اليسفي، التلفزيون العربي.